قصر الفظارة أو قصر الفوارة أو إلى نبيع الفوارة، قصر الأمير جعفر الكلبي الذي حكم صقلية في عهد حكم الفاطميين لمصر. قصر في غاية الروعة والجمال والدقة في الهندسة المعمارية الإسلامية التي لا تضاهيها سوى تلك الهندسة التي رأيتها في قصور الأندلس سكنه النورمان بعد أن أعادوا السيطرة على صقلية ثم تعايشوا مع المسلمين قبل أن يطردوهم إلى خارج صقلية. هذه الحجارة التي بنوا بها القصر يسموها الإيطاليون بلاطة، وهذه كلمة عربية، والقصر يقع جنب الجبل الأصفر ويسمى زفارة. البحيرة الموجودة في هذا القصر والتي تتغذى من ينبوع المياه في الجبل هي بحيرة عميقة، بحيث استعملت القوارب للإبحار في البحيرة وصيد السمك أيضا. فالآثار، الأرض، اللغة، كلها تشير إلى حقبة إسلامية عربية كانت تحكم هنا في هذه الجزيرة، في جزيرة صقلية، قبل أن يسيطر النورمان على الجزيرة ويتعايش مع المسلمين لعقود ثم يطردوهم إلى خارج الجزيرة. ليس النورمان فقط الذين أعجبوا بهذا القصر وسكنوا فيه، وإنما زعيم المافيا أيضا سالفاتوري كونتورنو سكن هنا في القصر قبل أن يطرد منه.